لو ان النبي قال ان الائمه ال 12 معصومين، النبي ما قال. وين النبي قال ان ائمتك ال 12 صبين تنصب الهي من الله؟ النبي ما قال. وين النبي قال لك توسل بميت؟ النبي لا تقاطع. انا كمل اجابه، لا تقاطع. وشوف انا قاعد بس ارد على الكلمه اللي انت قلتها. وين النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لك صلي الظهر 4 ركعات في كتبك؟ اتحداك. النبي ما قال. اتحداك ان النبي في كتبك قال لك الظهر 4 ركعات، او قال لك المغرب 3 ركعات، او قال لك العشاء 4 ركعات. اتحداك تجيب لي صفه صلاه النبي عن النبي. اتحداك. دينك كله مش متاخد من النبي، فما تلزمني بحاجه لو فكرنا نلتفت ليها دينك كله حيهدم. هاي الطوسي في كتاب التبيان في تفسير القرآن، يلا كفر للطوسي، يلا أنا ما عندي إشكال. الطوسي بيقول يا أخوانا بصوا كده: ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة، من أقسام ثلاثة: أحدها نسخ حكمه دون لفظه، الثاني ما نسخ لفظه دون حكمه، الثالث ما نسخ لفظه وحكمه. هي أقسام النسخ الثلاثة من كتبك. أنا الآن أعيد عليك سؤالي، هل تؤمن بالنسخ ولا لا؟ تفضل. من قال بأن النسخ ثلاثة أنواع؟ أرجع أريد من النبي، هل قال النبي بأن النسخ ثلاثة أنواع؟ تأتيني بالشيخ الطوسي، هل الشيخ الطوسي أعلم من رسول الله؟ يعني علماءك أعلم من رسول الله؟ أعطيني كلام من من النبي بأنه النسخ ثلاثة أنواع. يلا حاضر. ده أخوانا كتاب ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي، الحديث 43 صحيح. ده صحيح ولا ضعيف أبو قريش الأول؟ والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة. ده قسم من أقسام النسخ ولا لا؟ نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. يلا كذب جعفر الصادق. أحسنت يا أبو معاذ، بارك الله فيك وأبدعت. الرواية عن من؟ عن من الرواية؟ الرواية في ملاذ الأخيار جزء 13 صفحة 379، الحديث 43 صحيح. عن الصادق، عن الصادق. عن الصادق. عن الصادق. السند السند يا فندم هو صححها. الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمي عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام. اي تفضل. اي ابن ابي عمير؟ اي واحد منهم؟ ابن ابي عمي. اي واحد منهم يا المجلس انت تبحث عنه يا اخي ابو سطام؟ اطبق على صفحه. أيوة يا حجي حجي المجلسي يقول صحيح. المجلسي ابن ابي عمير عندك حتى وان صحح المجلسي اي روايه توالم كتبكم لا ناخذ بها. احسن، انا موافق على كلامك يا عاشق. انا موافق على كلامك يا عاشق. لا انا اللي موافق على كلامك بعد اذن ابو سطام يا اخوانا. انا موافق على كلام عاشق. ياتيني بعالم شيعي واحد ضعف هذه الروايه. تفضل. ابن ابي عمير الذي انت تتكلم به اي واحد منهم؟ الثقه اللي وثقوا المجلسي. اتفضل اعطيني ثقتي. يلا المجلس هو قدامك، قال صحيحه قدامك. وما لك يا رجل؟ شوفي صحيحه هي. رد على المجلس. رد على المجلس. رد على المجلسي يا اخي. شنو رد على المجلسي؟ اي روايه توجد في الكتب الشيعيه موالمه للكتب السنيه فهي لا تؤخذ. هاي اول. كلامك صح يا عاشق. انت تقول كلامك صح وانا موافق عليه. انا معك، انا معك. هدي انا معك يا عمو. كلامك صح. واحده واحده. اريد عالم شيعي واحد يشهد معاك على ان الروايه ضعيفه. تفضل. واحد يا اخي مو عالم شيعي، ليس عالم شيعي، وانما اذا احد من الروايات والمت الروايات السنيه لا ناخذ بها، هاي القاعده الشيعيه. واما قضيه النسخ، طيب يلا مين ضعيف في الروايه يا عاشق؟ عاشق ابن استاذ عاشق. بدون ما اخرج الترجمه ابي عمر مجهول. هاي اولا. اسمع ابو معاذ، اسمع خلي رد عليه. اولا ابن ابي عمير مجهول،
ثانيا القاعدة الشيعية بأي رواية شيعية توالم الكتب السنية لا تؤخذ بها. وأما بقضية النسخ أحسنت. الشيعة تؤمن بقضية النسخ لكن لا تؤمن كما اصبر يا أبو سطان ما تطلع من الحديث لو سمحت. ما لا نفس كافي واحدة واحدة نفس الحديث يا خلي خلي أكمل عجيب خلي أكمل يا أخي واحدة واحدة خلي أكمل هي شنو واحدة واحدة خلي أكمل خلي أكمل خلي أكمل الله رواية في نفس الرواية من نفس الرواية في الكافي صححها المجلس الإمارات العقود الثاني بس أنا رسول الله أين رسول الله قال بأن النسخ ثلاثة أنواع؟ طب خلصت؟ تفضل جاوبنا على هذا السؤال. خلصت؟ تفضل. ممتاز أنا حجاوبك على السؤال ده. أول ما تقول لي أين رسول الله قال لك إن الظهر أربع ركعات، هاي الرواية أخوانا موجودة في الكافي صححها العلامة المجلسي بسند آخر، بسند غير السند اللي هو ضعفه من دماغه، موجودة في مرآة العقول جزء 23 صفحة 267. شوف سند تاني خالص. والرواية مالها أخوانا بصوا كده، الحديث الثالث صحيح أهو صحيح. الرواية بتقول يا أخوانا اسمعوا، بإسناده عن يونس. طبعا لما تسمعوا كلمة بإسناده دول مشايخ الكلين، عشان بس لو الأستاذ عاشق ما يعرف يعني بإسناده يعني مشايخ الكلين دايما في الكافي تلقوا كده بإسناده بإسناده. عن يونس عن عبد الله ابن سنان قال قال أبو عبد الله جعفر الصادق الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. وين الآية دي في القرآن يا عاشق؟ هاي موجود. وين هاي موجود؟ وين في القرآن موجودة؟ وين؟ هاي الرواية موجودة. من قال لك بأنها ضعيفة؟ يا عم أيوة طيبة هو وين الآية دي بقى في القرآن؟ تمام. ما أنا عارف إنها موجودة. وين بقى الآية دي في القرآن؟ وين؟ آية الرجم. وين في أي مكان يعني نلاقيها في أي سورة؟ أصبر. والآن رد على سؤالي بينما أخرج لك الصورة. رد على سؤالي، أين رسول الله قال بأن النسخ ثلاث أنواع؟ أولا يا أستاذ عاشق لازم تعرف حاجة مهمة جدا. الإسلام اللي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي فتح فيه مجال للعلماء يستنبطون من القرآن ويستنبطون الأحكام الفقهية من كلام النبي، فمش كل حاجة تكلم فيها النبي. لكن السؤال، هل أقوال العلماء في تقسيم النسخ إلى ثلاثة أقسام؟ هو من الذي يأمر بالنسخ؟ من الذي يأمر بالنسخ؟ من أين تأخذ النسخ؟ أنت تأخذ النسخ من الرسول أم من العلماء؟ هل قدامك؟ طيب انت تاخذ النسخ طيب. من الرسول طيب. ام من العلماء؟ ابو معاذ من ينسخ الايات؟ ابو معاذ طلع انا اقول لك طلع له الايات المنسوخه، طلع له الايات المنسوخه موجوده. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، وآية سيدنا عيسى لا لما كان حرام وصفه. الموضوع ما غيره، الموضوع ما غيره، الموضوع ما يتغير. أبو معاذ ساعة يروح للصلاة، ساعة يروح إلى أين؟ من الذي ينسخ الآيات، رسول الله أم الصحابة؟ أيوة اسمع اسمع اسمع، هي المعصوم جعفر الصادق بيقول إن كان في آية في القرآن اسمها إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما. وين الآية دي؟ إما إنك تقول إن المعصوم حرف القرآن أو تقول إنها نسخ، اختر واحدة من الاثنين. المعصوم لم يحرف القرآن، بل عائشة من حرف القرآن. إذن جيب لا بص بص ما تتجاوز عشان ما متجاوز هسمو. أنت عندك رواية أنا بدي الآية دي أبو قريش لو سمحت. لا أنت عندك هاي الرواية ما عندك يا أستاذ. يعني أنت من أجيب لك رواية تجاوز؟ أنت من أجيب لك رواية تجاوز؟ يا أستاذ. أنا الآن أطالب يا أبو معاذ أستاذ من الذي ينسخ؟ هل رسول الله أم العلماء؟ أستاذ يا حجي يا أستاذ جعفر الصادق بيقول إن كان في آية في القرآن اسمها آية الرجم، وينها؟ إما تقول إن جعفر الصادق حرف أو قلب النسخ. تفضل. نحن نؤمن بالنسخ، ولكن من قال بالنسخ ثلاثة أنواع؟ شنو والله أكبر؟ شنو هيبه؟ نحن نؤمن بالنسخ، لكن من قال بأن النسخ ثلاثة أنواع؟ الطوسي يا فندم، الطوسي في كتاب التبيان في تفسير القرآن قال إن النسخ ثلاث أقسام. هاي شيخ الطائفة أخي أبو معاذ، أعطيني من رسول الله. هل الرسول الذي اسمع أبو معاذ، سؤالي واضح ترى، هل رسول الله الذي يأمر بالنسخ أم العلماء والصحابة؟
النبي هو اللي كان يخبرهم ويعلمهم بالناس، لكن النسخ ثلاث أعطيني الرواية أحسن. أعطيني الرواية الذي تقول من النبي بأن النسخ ثلاث أقسام. تفضل يا أستاذ، مش أنت دلوقتي دينك بتقول نعرض الروايات على القرآن؟ هل إحنا لو عرضنا أقسام النسخ الثلاثة على القرآن يبقى صح ولا غلط؟ ما لك علاقة بديني والروايات على القرآن. ما لي علاقة. أنت قلت بأن النبي هو من أمر بالنسخ. أين الرواية التي تقول عاشق بأن النبي يقول من أنت؟ من أنت عاشق 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 عشان ألزمك، من أنت اللي ترد على الطوسي وترد على علمائك؟ من أنت؟ أنا ما من قال لك من قال لك يا أخي أنت من قال لك أني أرد على علمائي؟ أقام الحجة عليك الجمهور، اسمعوا شوفوا لما ينحشر، أقام الحجة عليه أبو معاذ، خليه يطعن في كتبه، تبرأ من الله ومحمد والقرآن والكتاب ومن علماء. تبرأ من أي كتاب ولا أي عالم ولا أي شيء، لكن أين الرواية عند أبو معاذ الذي يعتمد عليها على أن النسخ ثلاث أقسام؟ أنتم نعم. يعني تأخذون دينكم من كتب الشيعة؟ تفضل. نعم أخونا أبو معاذ، لا إله إلا الله، بعد إذنك وأنت وأخونا أبو قريش، بس حتى المستمع، لأن الإنسان عادة يعني يدخل في فن ليس فنه فيتكلم بما لا يعلم. شوف المتحدث يا بتكتم على صفحة، خلي أبو معاذ يسولف. أين الرواية الذي تقول بأن رسول الله قال بالنسخ ثلاث أقسام؟ راح نعطيك، أنا راح أعطيك أبو سطام. أطبق على صفحة أبو سطام، أنت لا تقول أعلم يا ابن حرام. أطبق على صفحة أبو سطام يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا أخي. أبو قريش رتب الحوار، ما يصير أحاور ثلاثة، أنا جاي أحاور أبو معاذ. أبو سطام يا ابن حرام مو ثلاثة، ما له علاقة أبو سطام، ما له علاقة. أنا جاي أحاور أبو معاذ. أبو معاذ أريد من عند الرواية اللي رسول الله قال النسخ ثلاث أقسام يطلع ليها أبو معاذ فقط. طيب لحظة. أبو سطام بس بعد إذنك حط كتم بعد إذنك. أبو سطام لا تتدخل، أبو سطام ما تدخل، عاشق ما حد حاورك، بس أنت وبينك وبين أبو معاذ. أصلاً حوارك معي بالتوسل خلصته، ما لك شغل بي الآن. حوارك أنت دخلت بمسألة أكبر منك وأدانك وأقام الحجة عليك. أنا ما تدخلت ولا أبو سطام، ضيف شرف الرجل، ما لك شغل بي. أين الرواية أين الرواية عن النبي يقول بأن النسخ ثلاث أقسام؟ لحظة خلص، حط كتم عشان أبي صعد معك واحد شيعي، واحد شيعي ثاني، عشان لا تقول والله مجتمعين على أهل السنة. مين تبي من الشيعة؟ في أحمد عبدالوجي، تفضل يا أحمد دين عجوب. الموضوع مش مستاهل، هو واحد بس اللي بيناقشه. أنا عادي عن نفسي، ممكن الشيخ أحمد يكمل، أنا والله ما عندي إشكال. مش أنت بقى تسأل الحقي عاشق ولا أنت بقى جاي لي تهلم بالكلام؟ لا لا، ده عاشق محاور ما شاء الله، كان تحت الكاميرا من شوية. ايه احمد محجوب. طيب خلاص الشيخ احمد يعمل معاك، انا اتنازل بالحوار للشيخ. شلون احمد محجوب شلون احمد محجوب من يقول التقية ليس من الدين، كذاب من يستخدم التقية وهي بالبخاري؟ طيب اسمعني عاشق، صار خلينا في النسخ. عاشق اكمل ابو معاذ، اين الروايه الذي تقول يا ابو قريش؟ انا اريد اقول جمله وهكتم من المايك، انا عايز اقول جمله وهكتم من المايك. طيب لحظة يا عاشق الامام، حط كتم يا سيف حط كتم وخلص مع احمد محجوب. حياك الله احمد. الله يبارك فيك يا أبو قريش، كل سنة وأنت طيب. أنا بس هقول كلمة وهكتم المايك يا أبو قريش، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا لست طرفا في الحوار، الحوار مع أبو معاذ، وأبو معاذ كفيل بكتيبة زي عاشق. السؤال هنا يا أبو قريش، بما أن الأستاذ عاقش المحترم المكرم المبجل اعترف بأن هناك نسخ في القرآن ويعترض على أبو معاذ ويقول له أعطني دليلا من النبي أن النسخ له ثلاثة أقسام، وبالتالي أنا أطرح نفس السؤال، هل تملك رواية عن النبي أو أحد المعصومين قسم فيها النسخ؟ يلا تفضل أعطينا على قول المعصوم، على لسان المعصوم أنه قسم النسخ إلى ثلاثة أقسام. نقطة من أول السطر. أحمد محجوب تتفر السؤال علي، أنت تفر السؤال. أنا سألكم أين النبي قال بأن النسخ ثلاثة أقسام؟ نفس السؤال. هذا سؤالي. هذا سؤالي، ما ينعاد عليه. وشنو هو الحق؟ سؤالي أين النبي قال بأن النسخ ثلاثة أقسام؟ لا أنتم تهربون من السؤال تعيدون علي، هذا سؤالي. وأنت كيف اعترفت به؟ وأنت كيف اعترفت بالنسخ؟ هذا سؤالي. دليل لأن الشيعة يعتقدون بالنسخ لا يعتقدون بالأقسام الثلاثة. أين النبي عندكم؟ هذا سؤال مالتي، ما يفر علي أحمد محجوب.
أين النبي قال بأن النسخ ثلاث أقسام؟ هذا سؤالي وأترككم منا إلى يوم القيامة لم تأتوا برواية. خلص يلا خلص خلص. طيب أخوانا قلنا له إذا أردت أن أنت تطبق القاعدة أن كل مسألة اجتهادية يتكلم فيها العلماء لابد من قول النبي، إذن أنت تهدم دينك، لأن النبي في دينك ما قالكش أن الظهر أربع ركعات. إذن صلاتك باطلة حتى تأتيني من فم النبي أنه قالك أن الظهر أربع ركعات. عندما لكن وين دليلي أنا على اجتهادي؟ عندما تأتيني أنت بصلاتك من الرسول أنا سأتيك بالصلاة. انت صلاة عن النبي ما عندك. يلا يلا جهز نفسك يا استاذ عاشق، جهز نفسك مباشره تديني وين النبي قال لك الظهر اربع ركعات مباشره. ابو معاذ ابو معاذ الايه يا عمي خلينا نتكلم. طيب يا استاذ خلينا نتكلم، مالك كمل يلا كمل. الاستاذ بيقول من اين جئتم يا اهل السنه وجاء علماؤكم بتقسيم لمساله زي مساله النسخ؟ اولا علماء تكلموا في مسائل كثيره جدا واجتهدوا فيها، لكن الأصل هل توافق قول الله والرسول ولا لا؟ تعالوا نجيب الدليل منين. الدليل في قوله تعالى في سورة النساء الآية رقم 83، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هل يوجد في دين محمد مسائل يستنبطها العلماء؟ نعم، ولذلك الله زكى العلماء في القرآن الكريم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والقرآن الكريم منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، تمام؟ من الذي يخبرنا ويعلمنا ويستنبط لنا الأحكام الشرعية والفقهية إذا لم يوجد هناك نص إلا العلماء؟ أي مسألة؟ إذن الدليل على استنباط العلماء من القرآن الكريم أصلاً هو استنباط علمائك النهاردة ومراجعك للأحكام الفقهية بدون معصوم. فإن قلت أني أنا غلط إذن دينك كله غلط، لأنك من 1200 سنة بتاخد فتواك وأحكامك الشرعية من المراجع والعلماء والمعممين، وهؤلاء لا هم النبي ولا هم المعصومين. شوف ركز معي، اي مساله المساله اللي انا بقى هعرض عليك دلوقتي لحظة خلينا بالمساله الاولى. اخذ هاي مال ابو علي سمير البوم، انت الان تقول بان العلماء لحظه خلي ارد على هاي المساله، ما يصير تكور المسائل. انت الان هاي مال ابو علي سمير راح اذكرك بيها البوم. انت الان تقول بان العلماء يستنبطون الحكم من القران، فالاجتهاد لا يكون مقابل النص القرآني. بوم، هاي مال ابو علي تتذكرها، الاجتهاد لا يكون مقابل بوم عليك يا عاشق، بوم عليك. شو بوم؟ الاستنباط فقط هو للعلماء وليس الاجتهاد بالنص القرآني. التوصي حين قسم اقسام النسخ الى ثلاثه، اهدى التوصي لما قسم النسخ الى ثلاثه اقسام هل كفر؟ مش هقول لك بوم والله. انت منو علي من تضحك؟ والله ما هقول لك بوم. انت سالتني والله انا والله ما راح اضحك عليك واقول لك بوم والله. هو شنو سؤالك؟ التوصي حين قسم النسخ الى ثلاثه اقسام كما قسموا اهل السنه هل كفر؟ الطوسي ينقل منكم، الطوسي ينقل من كتبكم يقول حكى ونقل وكذا وكذا. دليل انه نقلها من عندنا. اقرا الروايه، اقرا الروايه من البدايه. اهو بيقول لي بقى الطوسي يا اخوانا اسمعوا كده، ولا يخلو النسخ في القران من ثلاثه اقسام. من البدايه من البدايه من بدايه الروايه. من بدايه يلا اهدى بس يلا يا اخوانا. كتاب الطوسي التبيان في تفسير القران صفحه 13. يلا تفضل عم. ها زائد ان انت قلت ان انت تؤمن بالناس، زائد ان احنا طلعنا لك رواية جعفر الصادق ان كان في آية رجمي في القرآن. اي جزء؟ لا الاول الجزء الاول صفحة 13. اقرأ. شو اقرأ؟ ما انا كنت اقرأ. انت اقرأ انت يلا، لو انت مش مصدق اقرأ انت تفضل.
يلا من عندك يا عاشق اقرا يلا هاي يا الله التبيان لشيخ روس الجزء الاول رقم الصفحه 13 لم يصح عليه التغيير ولم يصح فيه النسخ وين دي إن... هذا هذا امامك ها. انت منين جاي تقرا العد من موقع عمر الشامي يمتنع بص انت مش فاهم اسمع كده لانه يمتنع دخول النسخ في اتركوا يا ابو معاذ اتركوا يكمل يا ابو معاذ اتركوا الكلام تفضل اقرا وانت تترك وانت تترك الفوق انت تترك الفوق تبيان للشيخ الطوسي في الجزء الاول رقم اكمل صح صح لو غلط اكمل يلا يا عم ايوه صح اكمل من اين تقرا من اي حديث يا عم ايوه الاول من الثاني اكمل لما يصح عليه التغيير لم يصح فيه النسخ حيث ان العباره أيوة. بالاخبار عنه بانه قادر عالم سميع بصير لا يصح النسخ فيه نعم نحن لا نقول بان صفات الله كالقدره والعلم والسمع والبصر فيها نسخ الله قادر يعني هسه يعني انت تركت الكلام الاولاني واخذت انت اخذت لو انت تفهم الكلام لم يصح عليه التغيير ولم لا لا انت افهم. انت اللي ما فاهم الكلام انت اللي ما فاهم خلينا طب لو سمحت لم يصح عليه التغيير يا اخي خلي اقرا أيوة. يعني هسه أيوة. ما في تغيير يلا انا اقرا انك بتقرا ومش فاهم يلا تفضل قول يا اخوانا هنا لم يصح فيه النسخ حيث أن العبارة بالإخبار عنه يعني عن الله الله عز وجل لا نقول عنه بالنسخ لأن قدرة الله واحدة وسمع الله واحد وبصر الله واحد فلا يقال في هذه الصفات بالنسخ نفسي أفهم أنت ضحكت عليه أصلا لا يصح النسخ فيه أي في الله لأنه يمتنع دخول النسخ في الأخبار ما في حد بيقول إن في نسخ في الأخبار السلام عليكم لما تقول إن في نسخ وبركاته يبقى أنت دلوقتي بتكذب واحدة أنا أكمل بقى الله يرضى عليك كمل يبقى أنت دلوقتي لما تقول كمل لأن أنت لما تقول إن واحدة بس يعني الله عز وجل حكى لنا خبر من الأخبار كقصة موسى هل الله عز وجل ينفع إنه ينسخ هذا الخبر بخبر تاني ما ينفع وإلا يبقى الله كذاب إذا ما في نسخ في الأخبار في الأخبار لا بد أن تكون كما هي لا تغيير فيها حتى لا يتهم الله بالكذب الكلام بيقول لك اللي أنت مش فاهمه بيقول لك حين نتكلم عن الله أنه قادر عالم سميع بطير لا يصح النسخ فيه نعم أنا معك لا يصح النسخ لا في قدرة الله ولا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره نعم أنا معك في هذا الكلام لأنه يمتنع دخول النسخ في الأخبار إن كان الخبر لا يصح تغييره في نفسه أنت اللي بتقرأ ومش فاهم ولا يخلو النسخ في القرآن من ثلاثة أقسام أي هل ثلاثة أقسام خلص اسمع أخوان هذا نفس الجزء اللي جاب لي إياه التبيان للشيخ الطوسي الجزء الأول رقم الصفحة 13 قرأ على قولت أبو عمر الشامي درقن وين رحنا حوى ما رواه المخالفون من عائشة بوم يا أبو معاذ أنا قالك هذا الكلام هاي رواياتكم طيب خلاص هاي رواياتكم خلصت يا عم أيوة أنت خلصت ينقل من الكتب السنية أي خلصت هاي تبلعتها بعد منك ما تقدر تجرحها أنت مورد أنت خلصت انت مو رديت الان نيت اخوان اسمع الان هسه لا هسه تعمل ميوت دقيقه اسمح لي يا حبيبي احنا نجاوب ابو منتظر الحوار بين عاشق وبين ابو معاذ لو سمحت يا منتظر انا ثلاثة ضد اثنين لو سمحت من حق احكي انا ما بيش اللي بيحشي هنا ابو معاذ وعاشر ابو منتظر طيب يلا طيب لحظه لا تتجاوز ابو معاذ انا مداخلتي اخوان يا احمد قافل المايك ابو معاذ قافل المايك مطلع على المهرج الثالث مداخلتي خلي اسمع
الا الله. انتظر مراخصتك يا ابو معاذ، مداخلتي تقرات الروايه خلاص، خلي ارد هاني، خلي ارد. ليش تكمل؟ خليه يرد عليك يا ابن الحلال. خلي انا خليه يرد عليك بعدين. هو شنو رد علي ابو قريش؟ انا ما قريت، هو قرا الروايه، خلاني ارد. انا ارد مو نفس، انا ارد، ما يصير هذا مو صاف ترى والله العظيم. هو انت قرأ، انت هو اللي اقرا عشان هو اللي قرا مو انا. هو هذا ابو قريش، ارجوك خلي اكمل مداخلتي، هاي ما يصير والله وقتي. طيب اخوان، هذا الكلام اللي اتى به ابو قريش، التبيان لشيخ الطوسي الجزء الاول رقم صفحه 13، يقول لما يصح عليه التغيير ولم يصح فيه النسخ، حيث ان العباره بالاخبار الى اخره. فالثالث ما نسخه. من اين اتى بهذا الكلام الطوسي؟ يقول لفظه وحكمه وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشه. باي شيء؟ انه كان فيما انزل الله ان 10 رضعات تحرمن، ونسخا ذلك ب15، فنسخت التلاوه وليس الحكم يا ابو معاذ. نكمل. والحكم، واما الكلام في شرائط النسخ فما يصح منها ولا يصح، وما يصح ان ينسخ به القران، وما لا يصح ان ينسخ به، وقد ذكرنا في كتاب العده في أصول الفقه ولا يليق ذلك بهذا المكان. وحكى البلخي في كتاب التفسير قال قوم ليسوا ممن يعتبرون، ولكنهم من الأمة، على حال إن الأمة المنصوص عليهم بزعمهم مفروض إليهم نسخ القرآن وتدبيره وتجاوزه، وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله أن النسخ قد، إلى آخر الرواية. الآن الطوسي أتى بهذا الكلام من المخالفين عن عائشة، وأجبناك بأن كلام الطوسي ليس من الكتب الشيعية، إنما من المخالفين من عائشة. الآن أين الرواية الذي تقول بأن رسول الله يقول النسخ يقسم إلى ثلاثة أقسام؟ تفضل أبو معاذ، علي وياك. أولا عليك أن تأتيني بأن الطوسي رد كلام أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. شوف ببساطة، أعطني نصا رد فيه كلام أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، زائد أنه ذكر أن ده مما يرويه المخالفون والسيدة عائشة في القسم الثالث، لكن في القسم الأول والثاني لم يذكر أن هذا مما قاله المخالف. هي نمرة واحد. نمرة اثنين، حضرتك لما قرأت البداية في الصفحة وقلت بوم، معرفش انت قلت بوم دي لنفسك، لان ما في نسخ لا في اسماء الله ولا في صفاته، وانت قرأت وانت معرفتش انت ايش كنت بتقرأ. دلوقتي انا بقى الشيعة اللي وقعوا في ورطة، رواية ملاذ الاخيار، الرواية الصحيحة عن جعفر الصادق انه كان في آية رجم في القرآن، في آية رجم في القرآن، هذه الرواية تندرج تحت أي قسم من أقسام النسخ يا أستاذ؟ تفضل إجابة مباشرة، تفضل. هرب من الرواية اللي كانت الشيخ الطوسي أبو معاذ، خبر حاد، خبر حاد يا أبو معاذ. الرواية موجودة، خبر حاد. يعني خبر حاد يعني خبر حاد. لحظة يا أبو منتظر، يعني خبر حاد. مين ده اللي أبو معاذ اسمع مين اللي بيقول خبر حاد؟ في واحد نبي بيقول خبر حاد. أنا عاشق. لا تتجاوز عليه. بدون غلط. الخبر أحاد، لا تتجاوز أبو معاذ. هالمرة راح واو أبو معاذ، هالمرة راح أفوت لك التجاوز. المرة الثانية إذا تتجاوز علي والله العلي العظيم أمسح بيك الحمامات. بس لا تتجاوز لا بعد يا أخي، خليك متواضع. لا تقول غبي،
لا يتجاوز، قل له لا يتجاوز، قل له لا يتجاوز. ليش يتجاوز علي؟ أنا ليش يتجاوز علي؟ طيب. وفي قوة أحد وليس أحد، أحد خبر أحد، خبر أحد. يلا تقول أنا والله ما سمعتها، أنا ما سمعتها أحد، والله ما سمعتها أحد، والجمهور سمعها أحد.